شبي عمر، نائب رئيس جمعية هلال طراس للكرة الحديدية وأمين مال عصبة سوس الصحراء للكرة الحديدية. هو البداية ديالي أنا كهاوي ديال الكرة الحديدية بدات سنة 2005، بحيث أننا واحد المجموعة ديال الناس ديال تجار سوق ثلاثاء انخرطنا كمجموعة في نادي الكرة الحديدية بإن زكان، ومن ثم بدات الهواية ديال حب الكرة الحديدية، بحيث أننا كان لقينا ذاك النادي في واحد الحالة يرتى لها، وفعلا بالتعاون ديال واحد المجموعة ديال الإخوان وكذلك مع المسؤولين ديال الجماعة ديال إن زكان والسيد عامل صاحب الجلالة، جات واحد الفكرة أننا درنا عدة مشاريع في المبادرة الوطنية حتى ولى النادي ديال إن زكان في المستوى، ولينا كننافسوا واحد المجموعة ديال الأندية ديال عصبة سوس الصحراء، وفزنا بعدة ألقاب، وبقينا غاديين كونا واحد المجموعة ديال المنخرطين الشباب اللي دينا بهم مجموعة ديال البطولات، وشاركنا في البطولة الوطنية، وكذلك وجدنا أبطال اللي شاركوا في خارج أرض الوطن كمحمد أمين ابن الحارس ديال نادي الكرة الحديدية ديال إن زكان اللي شارك في دوري في تركيا وكذلك في تونس، وبقينا غاديين إلى حدود سنة 2019. وقع واحد المشكل بنادي إن زكان، بحيث أنه طلب منا باش داك المشروع ديال سوق أطلس، كان عطانا واحد جات واحد الفكرة من طرف هذاك المستثمر وعامل صاحب جلالة، على أساس أن داك النادي ديالنا يكون في الفوق ديال داك المركب. وقع واحد الشنآن بين المكتب ديال النادي، ومن ثم قررنا الانفصال عن نادي إن زكان، وبحيث أننا وجدنا واحد المجموعة ديال الناس متعطشين لهذه الرياضة في طراست والأحياء المجاورة لها، ومن ثم جات الفكرة أننا نأسسوا نادي ديال هلال طراست للكرة الحديدية اللي احنا الآن كنتواجدوا في المقر ديالو. وجدنا واحد المجموعة ديال المنخرطين اللي كانوا متعطشين لهذه الرياضة هذه، وبقينا كنمارسوا خارج النادي، حتى جات الفكرة أننا دفعنا واحد الطلب للمجلس البلدي واللي أعطانا هذه البقعة هذه، واللي الآن أنه نادي فاتي، ورغم ذلك حققنا واحد النتائج مهمة، والآن كنشاركوا في البطولة ديال عصبة صوت الصحراء، وكنحتلوا واحد المراكز متقدمة، والحمد لله وجدنا واحد المجموعة ديال الناس اللي متعطشين لهذه الرياضة منهم، بحيث أننا الآن حنا النادي الوحيد اللي كيتوفر على واحد المجموعة ديال الإناث، واحد المجموعة ديال الإناث اللي أول نادي فيه واحد 12 منخرطة اللي كنمارسوا، شاركنا في عدة بطولات وطنية، والحمد لله بحيث أننا في 2019 فزنا بكأس العرش اللي تنظم بمدينة شيشاوة للإناث. وحنا غادي الان كنترجاو عندنا واحد الامل كبير ان هذا المجلس البلدي الحالي ديال هذه السنه هذه اللي يوقف معنا، على اساس ان النادي ديالنا كما كتشوفوا باقي محتاج لواحد المجموعه ديال البنيه التحتيه، واحد المجموعه ديال التاهيلات اللي خصنا نديروا بها، وعندنا امل كبير وتعطاتنا وعود اننا ان شاء الله هذا العام نكونوا تعطانا الفرصه باش نهيئوا هذا النادي ونقوموا بواحد المجموعه ديال الاصلاحات اللي لازلنا في حاجه اليها. الحمد لله النادي الوحيد الان هي كما في علمكم ان هذه الرياضه هي كانت كيقولوا انها خاصه بالاشخاص المسنين، الان الحمد لله كاين واحد مجموعه ديال الشباب، بحيث ان نادي هلال طراس كيتكون من واحد 70% ديال الشباب، وجدنا واحد الاقبال منقطع النظير لهذا الحي هذا، بحيث اننا النادي الوحيد اللي كنتوفر على واحد المجموعه ديال الشباب اللي مقبل على هذه الرياضه هذه بما فيهم ذكور واناث. هي هذه الرياضه
من الحوايج اللي خص يكونوا فيها هي خص يكون فيها التركيز، الدقه والتركيز. بنادم الا كان الا ما ركزش ما غاديش يمارس، لان كاين واحد المجموعه ديال القوانين الا ما كانش بنادم كيركز. انا يمكن في هذه الامور التقنيه نعطيك المدير التقني هو اللي عاود لك على هذا الشيء. هذا الدعوه ديالي للشباب انهم يمارسوا هذه الرياضه، لانها رياضه جميله. هي الى شتيها غادي تقول اش كيديروا هاد الناس هذا، ولكن الى مارستيها غادي تكون مولوع بها، لانها رياضه في المستوى. رياضه هي مناسبه للشباب وممارسه للمسنين، لان هي ما كتطلبش شي لياقه بدنيه عاليه. هي كتركز على المشي والدقه والتركيز، والعقل ديالك يكون عايش معها. هذه هي المميزات ديالها.